تعالوا نعمل شوربة الطماطم مع بعض سريعا كده. عايزين نعملها بالرز، سهلة. أنا هريحك والله، هدلعك، أنا عارف إنك بتحب الحاجة الحلوة. حلو زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل شوربة الطماطم. اللهم صل على النبي. حلة على النار شديدة الحرارة، معانا الطماطم مضروبة في قلب الخلاط، قليل من زيت الزيتون. دي شوربة سريعة كده لطيفة اهو، طاسة سخنة الحمد لله، زيت زيتون، فص ثوم لطيف حلو. ركزي في الموضوع هنا اهو، شفت التركاية دي كده اهو، مع فص الثوم ده يا عم الشيف بحط معلقة سكر. ايه الجمال والدلع ده يا مغازي؟ ايه الجمال والدلع؟ معلقة سكر، هو ده الكرملة، الكرملة مع طعم صوص الطماطم. لسه ما خلصتش، مش هحط هنا ملح، هحط شوية صويا صوص. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده المطبخ. الله الله الله، صل على الحبيب قلبك يطيب. شوربة الطماطم بطعم تاني. صوص الطماطم. يا ويلي خلصت. قلبها. لا كريمة لباني ولا كرفس، دي شوربة طماطم بطعم تاني. صويا صوص، التومة اللي اتحمرت مع معلقة السكر والكرملة في ليفر تاني. كل اللي انا هحطه هنا عينيا، هحط شوية رز هنا صغيرين كده واسيبهم ايه يعيشوا اللحظة بس. خلص خلصت الشوربة بتاعتي، بغذيها بشوية بوكيه جرنيه من اللي موجود عندي. وشوربة الطماطم بطعم تاني. وبكرة لو عملنا شوربة الطماطم هنعملها برضو بطريقة مختلفة، بعد بكرة نعمل شوربة الطماطم هنعملها برضو بطعم مختلف، وهكذا على مدار السنة. طالما في أسس علمية طهوية فنية دراسة علمية. حطيتي صويا صوص، لا تحطي لا كمون ولا كزبرة ولا تحطي ملح، تكتفي بالتومة ومعلقة السكر اللي أنا حطيتهم في البداية خالص مع زيت الزيتون. خلي هنا الصويا صوص مع التومة يبقى الريحة بتاعتهم وشخصيتهم تبان مع شوربة الطماطم. وشوية الرز طبعا اللي أنا حطيتهم أساس الرز المصري ده اللي هيعلي القيمة بتاعتها. معانا شوربة طماطم حلوة، هنقلبها تقليبة ونقدمها، لأن عندي صوص الطماطم أنا مسويه قبل كده، فأنا حبيت بس أعمل التركاية بتاعت زيت السمسم مع الصويا صوص والتومة اللي شفناها مع بعض، عشان يبقى هنا شوربة الطماطم لها طعم تاني خالص. حاجة لطيفة كده وجميلة، لا فيها لا توم ولا فيها كزبرة ولا فيها كريمة لباني ولا أي حاجة خالص. نعم يا غالي، ده أودني عينها أخضر. أنا حطيته كده يعني فزلكة زي ما بيقولوا يعني. أغلوة بس كده ونشوف نطلعها مع بعض. ولكن صوص الطماطم عندي أنا مستوي قبل كده للأمانة، يعني عشان يبقى برضه المصداقية شعرنا على شاشة القناة الأولى. ولكن حبيت أعمل التركاية بتاعت الطاسة. مقادير شوربة الطماطم على الشاشة، مقادير بسيطة وسهلة، والصورة الحلوة دائما مع خبرة طهوية تتحدث عن نفسها. طماطم ضربناها في الخلاط، الشيف المغازي مسبكها من قبل عشان نكسب وقتنا، وقتنا من ذهب على شاشة القناة الأولى. وبعدين عملت التركاية، جبتها وحطيت معلقتين زيت زيتون مع فص ثوم، استنيت على التومة بس لما تاخد لون كده، ونزلت بالصويا صوص، طبعا مفيش مكان للملح بينا، ونزلت بعد كده بمعلقة السكر عشان الكرملة بتاعت السكر والطعمة، وفي نفس الوقت كمان هتقينا من الحموضة. الطماطم كلنا عارفين مشاكلنا مع الحموضة في الطماطم مش لطيفة، خاصة لو احنا ما ضفناش سكر. بنشرب شوربة الطماطم، بناكل بيتزا وهكذا، بناكل مكرونة بالطماطم وهكذا. الشوربة جاهزة زي الفل. الله، لا مش هحط نشا بقى، ولا نشا ولا دي ولا اي حاجه خالص. مطبخ صحي النهارده. زي الفل. الله، هو ده الكلام. شيت شوربه يعني زي مال الكتاب. عيني. حاضر. حاضر. مخرجنا عايز يشوف الشوربه وهي نازله كده. سامع الصوت ده؟ سامع الصوت الجامد ده؟ هو ده هو ده هو ده هو ده. الله، بس خلاص.